الحمد لله على سلامتك. بالراحة بس بالراحة، لسه تعبان. يا أخي سيبها، أنا ما صدقت إنها ملهوفة عليا كده من قلبها. يا بابي أنا كنت هتجنن لما عرفت اللي حصل لك. وما اتجننتيش ليه؟ وكنت فين بقى بالظبط لما عرفتي؟ وأنت مالك؟ وجاية لوحدك ليه؟ أمال فين خطيبك؟ مازن، مش وقت الكلام ده. خلينا في اللي كنا بنقوله. لا بعدين نتكلم فيه بعدين الكلام ده. لا مش بعدين. موضوع التوكيل تنساه خالص. توكيل إيه؟ أنت بتفاول على بابي؟ بابي هيقوم وهيبقى زي الفل ويرجع المجموعة. أيوه، اقعد اعملي بقى الحبتين بتوعك دول واصطادي في المية العكرة. ما تقول لنفسك أنت الكلام ده وبطل الحركات بتاعتك دي. وأنت مالك أصلاً؟ أنت إيه اللي دخلك في الموضوع ده؟ أنت طول عمرك بره البيزنس بتاعنا. يا مازن، ندى شريكة في المجموعة من حقها تعرف كل حاجة. شريكة؟ حاضر يا حبيبي، بس يعني غير بس. ممكن انتوا الاتنين تسيبوني شوية؟ كده. حاضر حبيبي، حاضر. افتحي. الله يسلمك يا عزت. هو في حاجة ولا ايه؟ أنا اللي قلت له يجي يا مازن، وكويس إن انتوا الاتنين ما مشيتوش. من فترة كده كنت بفكر في موضوع، وقلت الأستاذ عزت يحضر الأوراق بتاعته، وقلت له يجيبها ويجي دلوقتي. كل الأوراق جاهزة معاه هي كمال بيه، فاضل بس الإمضاءات بتاعته. إمضاءات إيه؟ أنا عايز أفهم. ودي الوصية بتاعت حضرتك، وفيها العقود بيع وشراء. بيع وشراء؟ أنا كتبت وصية وقررت إن ثروتي كلها هتبقى بالنص ما بينك وما بين أختك. يعني إيه الكلام ده؟ أستاذ عزت، روح أنت دلوقتي. اللي تشوفه يا كمال بيه، ولو احتجت أي حاجة بكلمني. شكر. بعد إذنك. اتفضل. أنا ممكن أفهم بقى إيه اللي بيحصل؟ مازن لازم تفهم حاجة. كل العز اللي أنتوا عايشين فيه دلوقتي واللي إحنا عايشين فيه وبداية حياتي كلها كانت من فلوس أمها. بيتهيألي دي أبسط حاجة أنا ممكن أعملها لها. كويس إن حضرتك لسه فاكر إن ده كله بثروة مامي الله يرحمها. هو أنت إيه؟ كنت عايزاه يكتب لك كل حاجة؟ ده كان المفروض على فكرة، لكن أنا مش طماعة زيك، لكن برضه ما كانش المفروض يتقسم بيني وبينك بالنص. شايف البجاحة؟ وانت عايز تاخدي كل حاجه وتعب السنين اللي انا تعبته طول عمري ده علشان اكبر المجموعه، وانا كمان عمري ضاع في 3 جوازات انا مش عايزاهم علشان خاطر المجموعه. تعبت في جوازاتك الرخيصه. اخلص، اطلع بره. اطلع بره، اطلع بره انتوا الاثنين. بره، اطلع بره. لازم تبقى فاهم ان انا مش موافق. اطلع بره ومش هسكت.